Cars.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. نرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أوتو فوكس، ومعنا إلى جبنا مسيو رالف حيدر سيلز مانجر براس موتوركو. كيفك رالف؟ كيفك جورج؟ يعني معك اليوم ودائما بنضوي على طرازات شانغان، معنا سي اس 15 بالستوديو حلوة كتير التو تون. بس قبل بدنا مثل العادة تعملنا هيك مثل الريفيو سريعة عن شانغان، هيستوري تبع شانغان. ليلي ما بيعرف جورج، شانغان هي شركة سيارات تأسست سنة 1862، يعني عندها أكثر من 120 سنة من الخبرة بعالم السيارات. بلشت بصناعة الأسيوفيز وسيارات الدفع الرباعي. تتميز شانغان اليوم أنه مش مثل غيرها بتاخد أنجنز محركات وعلب فيتاس من غير صانعين. شانغان هي بتصنع كامل سيارات سوزوكي، فورد، مازدا، بيجو، سيتروان، وعندها أكسس على كل هالتكنولوجيا حطتهم بسياراتها. وبلبنان شانغان وكيله هو راس موتوركو ممبر اوف لاسامني جروب، قدر يفرض شانغان بسوق السيارات الصينيه. قدرنا اليوم ناخذ اكثر من 70% من الماركت شير تبع سوق السيارات الصينيه، وريسنتلي عم نبيع اكثر من عديد ماركات يابانيه اوروبيه وامريكيه. يعني هالقد في ارقام بتثبتك الحال، كثير متفائلين عن جد بالريزلتس تبع شانغان. وهذا الشيء ما بيعود لانه عندنا سياره بس هي متينه وجودتها جدا مهمه، هذا الشيء بيعود كمان انه في فريق متفاني ورا هالسياره بخدمه ما بعد البيع المميزه اللي عم بيقدمه. على كل حال عم نشوف اللي عم تحكي عنه رالف، شكل كثير حلو، كثير عصري، اتراكتيف جدا على الطريق. كروس اوفر اس يو في جورج عم نحكي. بهمني يعرفوا العالم كمان انه الشيف ديزاينرز بشانغان هن اكس ديزاينرز تبع بنتلي وانفينيتي. من هيك عم نشوف ديزاين كثير ماتشور، يعني ما بيزهق وكلاسي بنفس الوقت. ديزاين بيناسب كل الفئات العمريه وكل اللايف ستايلز. اذا بدنا ناخذها للسياره بكومبينيشن لونين او بلون واحد لنعطيها روح رياضيه كمان، عم نشوف الديفيوزر الخلفي السبور، الجنوطه 16 انش بلاك كوتد، المرايات مع اشارات بقلبهم، اضويه اماميه كمان الكروم، والمقدمه السياره مطعمه بالكروم، روف ريلز، روف راكس. يعني السياره عن جد كديزاين ما ناقصها ولا شيء، وجدا ملفتة للنظر. صحيح، ودائما بتقول لي شغله انت، اذا حدا معه السياره على الطريق وقف نساله هيدا ناخذ رايه. رح نحكي رح نرجع اقول لك قد ايه احنا نسبه مبيعاتنا من ورا العالم يلي اوريدي جرب أوكي. السياره. بننتقل هلا نحكي اكثر عن داخل الشانغان سي اس 15. تعالنا على داخل السي اس 15 وعم نشوف هالفيديو حلو اللي داخل السياره عبر الشاشه. عم نشوف هاي ديفينيشن فيديو سكرين بقلب التاتش سكرين تبع السياره اللي هي 8 انش. الملفت جورج بهيدي السياره انه بتنقلنا عن جد لفخامه ورحابه سيارات يلي 30,000 و40,000 حقها، من ناحيه الماتيريالز المستعملين بقلب المقصوره والكومفورت والعزل بقلبها كمان. فعلا كواليتي عاليه كثير للسكرين. مزبوط، عم نشوف 8 انش شاشه تاتش، 8 انش فيها كاميرا خلفيه، اي سي ديجيتال من جنرال الكتريك، رائع على طرقات لبنان ورشاوبات لبنان، يو اس بي اوكسيلري، بلوتوث، كروم طاغي على كل انحاء السياره، ماسكه الفيتاس سبور، سندت ايد وجلد كراسي فرش وفولون ستيرينج ويل مطعم بالاحمر ومع درزه حمراء مع ريد ستيتشنج كمان. والحلو بهالسياره قد ايه كومباكت من برا قد ايه سبيشس من جوا. صحيح. يعني عم نحكي سياره عن جد بيستعملوها العائلات 5 اشخاص راشدين بيقعدوا مرتاحين وبيسافروا فيها مسافات طويله بدون ما يكون عندهم ولا مشكل. طيب هلا من ناحيه المحرك رالف، المحرك انا محرك واحد السياره اليوم. محرك السياره اليوم على السي اس 15 هو محرك وحيد. أوكي. من سعه 1.5 لتر بتكنولوجيا يابانيه مع علبه تروس اوتوماتيكيه من 5 سرعات كمان بتكنولوجيا يابانيه. سيفتي، قبل السيفتي بدي اقول شغله عن المحرك بالذات. اليوم اهم مقياس لتطور اي شركه هو قد مدى اهتمامها بالانفايرمنت وبالبيئه، وشانغان اليوم بتتميز انه كل محركاتها هن يورو 5، محركات صامته، وفيره بنزين، صديقه للبيئه، وبتعطينا ماكسيموم. مزبوط، بتعطينا ماكسيموم باور. من ناحيه السيفتي هي 5 ستارز بهالسياره. عندنا المكونات كلهم الاي بي اس، الاي بي دي، والبريك اسيست، والاثنين ايرباج، والتراكشن كنترول سيستم اي اس بي للتسحيط على الماي انتي باتيناج، وهيل هول كنترول بطلوع ما بتكرفينا السياره، كلهم من بوش.
على اربع ديسكات بيشتغلوا لانه السياره ما بتجي طنبور من ورا. ابواب السياره وهيكلها من المعدن الخصوصي للحمايه مجسره بالابواب تبعها، وعندنا رينك كرمال رول اوفر بروتكشن لما اذا لا سمح الله قلبت السياره على السياره. السسبنشن بالسياره هي ماكفيرسون كمان، يعني دائما بنشدد انه كل المكونات تبع السياره هن من اهم Branded. صانعين يلي بيعطوا اهم صانعين كمان ثانيين. مزبوط. هلا صار وقت نعرف منك البارت الاهم، شو سعر السياره اليوم بالسوق اللبناني؟ صار وقت نعرف منك رالف هلا شو سعرها اليوم للشانغان سي اس 15 بعد ما اكتشفنا هالمزايا الرائعه للسياره من شكلها من داخل من قوه المحرك ومن سيفتي فيتشرز. سي اس 15 جورج، لانه نحن وكلاء السياره رسامني جروب بلبنان وشانغان بيامنوا بالمصداقيه بالاعلان، ما عندنا شيء مخبى بالسعر، رح نقول سعر بيشمل تي في ا تجيل كل شيء. هي الاقوى بلبنان 150,000 كيلومتر. سعر السي اس 15 مثل ما هي معروضه معنا هون بكل مواصفاتها 15,500 مسجله خالصه، برجع بعيد، مع تي في ا مع تجيل مع كفاله هي الاقوى 150,000 كيلومتر او 5 سنوات وخدمه طوارئ 24/24 وجراجنا قال على كافه الاراضي اللبنانيه. سعر مغري جدا جدا. موديل 2019 كمان اللي عارفوا العالم، نحن ما بقى عنا 2018، خلصنا 2018 2019. بليز بدعي كل المشاهدين يزوروا صالات العرض ليجربوا السي اس 15 وغير طرازات كمان، لانه نحن كثير بنعتمد على التست درايف بالبيع، هو اهم برهان عن جوده ومتانه هالسياره. وبس يشوفوا حدا عم بيسوق شانغان على الطريق بليز وقفوه واسألوه، هو رح يخبركم قديه هالسيارة منيحة ومتينة وما بيستعملها إلا الصيانة الدورية غيار زيت، وأكثر من هيك ما بحط عليها للسيارة. متشكرك رافع على كل المعلومات عن سي اس 15 من شانغان. نحن أكيد بنلاقيك بحلقات مقبلة. مشاهدينا بكرة أكيد حلقة جديدة وسيارة جديدة على MTV. إلى اللقاء. ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.